المزيد من التفاصيل، خاصة وأن أعضاء الوفد المصري نجحوا في تشكيل ما يمكن أن نطلق عليه لوبي عربي من خلال طلب اجتماع تشاوري عربي في بداية الجلسة حوالين هذه التوصيات، ونجحوا أيضا في توحيد الرؤى بقيادة مصر ما بين النواب أعضاء اللجنة السياسية من المجموعة العربية، ونجحوا في الوصول لهذا البيان. لكن ماذا كان في الكواليس، وماذا يعني هذا النجاح المصري العربي في واقع الأمر؟ لمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف الآن دكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنة الاقتصادية وعضو تكتل الإرادة المصرية، وهو أحد أعضاء هذا الوفد. مساء الخير يا فندم. ويعني كيف نقيم هذا النجاح اللي حققته مصر من خلال هذا الوفد؟ اللي حصل النهارده حقيقة كان عودة مرة أخرى لدور مهم للبرلمان المصري. احنا كنا مفتقدينه، ويمكن احنا سمعنا تعليق واضح من بعض المنظمين لهذه الأنشطة، الاتحاد النجم المتوسط والجمعية البرلمانية للاتحاد النجم المتوسط، لأن مصر كانت من قبل ترسل وفود للسياحة ولم يشهد من قبل هذه الانتدابات هذا الدخل السياسي حدث مصر في هذا المنتدى. نحن نتحدث عن لاول مره يكون هناك لوبي عربي مجتمع، الجميع يجتمع على انجاء توصيات بعينها كان يحاول السياسيه فرضها على دول الجنوب المتوسط والدول الجنوب المتوسط فيها الدول العربيه. كان هناك تنسيق واضح منذ الامس ومبدا في القرارات المحدده وتنسيق رئيس البرلمانات العربيه. طيب دكتور مدحت، بس الصوت ياتينا متقطعا، فارجو من حضرتك بس تشرح للمشاهد يعني ما هي التوصيات السلبيه اللي نجحنا اننا نمنع وصولها في هذا البيان. كان هناك بعض الانتقادات او بعض الخلايا داخل الدول بناء على معلومات مغلوطه، يعني مش محتاجين نقعد نطول التفاصيل للدول والتفاصيل الموجوده في هذه يعني التوصيات. هذه التوصيات كانت من بتعد التدخل التافه في الشان الداخلي لهذه الدول. احنا وضحنا ان لا يمكن ان يتعامل هذا المنتدى او هذه الجمعيه بشكل فوقي للدول الاوروبيه، وانها تبني على الدول العربيه ودول الجنوب المتوسط توصيات بانها يجب ان تتبعها. كان هناك وقفه صريحه، حتى هددنا بالفعل بالانسحاب تماما من الجلسه كدول عربيه، وكان حديث لمصر كمنسق عام للدول العربيه، وبالفعل انطاعت رئاسه اللجنه لهذه المطالب، وكان هناك الغاء كامل لهذه التوصيات. هذا في حد ذاته مصر تحرزه الدول العربيه بشكل عام برياده مصر، وعوده مره اخرى البرلمان المصري فاعل. خليني اقول قد يكون هناك برلمانات سابقه بالفعل كما اشرت كانوا بيطلقوا عليها هنا برلمانات سياحيه، انما اعتقد ان في الوضع الحالي اصبحت هناك رؤيه سياسيه، هناك نشاط فاعل لصالح المصلحه الوطنيه لهذه الدول. انا بشكرك دكتور مدحت الشريف، وكيل اللجنه الاقتصاديه وعضو تكتل الاراده المصريه، احد اعضاء هذا الوفد الذي نجح في منع هذه الانتقادات المغلوطه من الوصول لبيان رسمي، و يعني فكره التعاطي البرلماني مع الخارج في اطار من اولا المعلومات، ثانيا العمل السياسي الحقيقي.